فهو هنا ابتداء سلسله الدعاوى اللي قامها كانت خطا. ما هو ابتدى بالمشاهده، بالمشاهده، وبعد ممكن التلميذ اعتبرت ابتداء بالمشاهده انه هو راضي على موضوع السفر، ممكن تبي اعتبرت هذا الشيء. ما يعني هل هذا يؤخذ ب كتابي خطي لا، ما هو ممكن يؤخذ بالتوقعات مثل هيك موضوع؟ نعم، يؤخذ بالتوقعات او بالنوايا يعني؟ لا طبعا هو ما يؤخذ بالنوايا، لكن هو ايش؟ فقدان شرط، انا هنا اذا اتوقع نعم فقدان شرط الامانه، فهو النان ممكن انه لانه اقام دعوى مشاهده ابتداء، نعم، والمحكمة قررت للمشاهدة وقررت لأنه أنت تدفع حساب، بس اسمح لي أنت تدفع حساب حق المشاهدة، حق المشاهدة راح يعطيك أنه يدفع حساب جيتهم، نعم، معناه أنه هو وافق على السفر، صارت موافقة ضمنية على السفر، فممكن محكمة التمييز أن أنا استندت أنه إقامة لي دعوة مشاهدة وقرار المشاهدة أنه هو يتحمل تكاليف سفرهم، استندت انه هذه موافقه ضمنيه، فهنا سلسله الدعوى. ولكن بدايه انا خلي هذا مال محكمه التمييز، هذا مال التمييز، خلينا ينزلون بس يرفعون ارفعونا يا شباب شويه، تمام، على القرار نشوف. الطعن التمييزي مقدم ضمن المده القانونيه، هاي الكليشه حكم بمشاهده. والمحظونين من السنة الخامسة من العمر عملا بأحكام المادة 57 و54 من قانون الأحوال الشرعية. طيب لم هنا تفقد أي شرط من شروط الحضانة. ليش؟ لم تفقد. ليش؟ هنا على شنو استندوا؟ استندوا لأن سبق للمدعي ولا استحصل على حكم بمشاهدة أولاده. نعم. رغم إقامة المدة عليها المميزة في دولة تركيا. ومنح حق السفر المحظونين، ومنحها حق السفر المحظونين. طيب خلينا نفرض أنه ما مسوي مشاهدة. جائز ما يعرف هو هي مسافرة. هنا إيش؟ فهنا الفكرة. محكمة التمييز استندت مثل ما قلنا. محكمة التمييز استندت إلى أنه إقامته لدعوى مشاهدة وهو عارف أنه هي بتركيا. طيب. معناه هو هل راضي. هذا منطقي أنه حجة الأب تسقط بأنه الأم هي فقدت شرط الأمانة بس لأن شاهدهم، بس لأن طلب مشاهدة؟ لا، إيش الفكرة؟ أنا أدري بها بتركيا. طيب. أنا أدري بها بتركيا. لكن دون علمه. بس هنا فكرة. أنا أدري بها بتركيا وأدري بها راحت بتركيا دون علمي، صح لو مو صح؟ نعم. من اجي المفروض اقيم مباشره دعوه اسقاط حضانه، قلت لها راحت دون علمي. من قمت دعوه مشاهده معناها ايش؟ طيب شنو معناها؟ اني دريت بها بتركيا واني رضيت. صح بعد دون علمي، بس مو ضمن الفتره القانونيه. بس انا رضيت. مو ضمن الفتره القانونيه رفع دعوه؟ لا، هي ما قمت بالافتراضات. لا 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 لا، هسه وضحت القصه. هذا قرار خاطئ. قرار محكمه، قرار بعد حجه على الناس كافه. قرار محكمة التمييز هنا استند على هذا الشيء، سلسلة الدعاوى اللي قامها هو خطأ. هنا أنا بإقامتي دعوة مشاهدة وأني عارف هي بتركيا. طيب أنا بدي أسألك سؤال، لو حضرتك قاضيا اليوم ووضعت أمامك هذه الحالة بهذه المظلومية للأب، شنو يكون حكمك؟ نفس الحكم التمييزي؟ نفس قرار التمييز، صراحة تعتبر موافقة ضمنية. هو لو قايم مباشرة يعني دعوة اسقاط حضانة. أنا بس هو أسوى هي بالنهاية القانون يتحمل. هذا قرار تمييزي، ست قرار تمييزي. ولا قرار تمييزي، مو قرآن هم بشر ممكن يخطئون. لا هنا أنا فكرة. مثل ما كانوا يتمسك. هنا أنا قرار محكمة التمييز يقول إنه ما دام قام دعوة مشاهدة هو يعرف بها بتركيا. معناها هذه موافقة ضمنية. موافقة ضمنية، هنا أنا إيش بعد؟ أني سابقا ما وافقت. بس من دريت بيها طلعت وافقت، لان قمت دعوى مشاهده وانا على هذا اعتمدوا. على هاي اعتمدوا، موافقه لاحقه سابقه ماكو، اكو موافقه لاحقه ضمنيه. سلسله الدعاوى اللي قامها خاطئه. ما هو هنا اخطا. هو قام سلسله دعاوى خاطئه، ابتداء اقام دعوى مشاهده، المحكمه اعتبرتها موافقه ضمنيه. طيب. فهو اخطا. خلينا نشوف ست فاطمه شنو رايها. العفو، مساله سلسله الدعاوى الخاطئه تسقط حق للاب. هذا أول مرة أسمع به. يعني اسمح لي ما يخالف محكمة التمييز. الأب هو يعني أساساً هي سفر بالمحظون من غير علم الأب ومن غير موافقة خطية من قبل الأب ومن غير موافقة القاضي في حالة عدم رفض، يعني عدم موافقة. هل تعتبر جون حاجة جريمة هذه أصلاً يعني بالقانون؟ لا هي تعتبر ضمن، لا تعتبر إسقاط للحضانة لفقدها شرط الأمانة. مو يعني مجد. لكن يقدر ممكن هم بناء على القانون يقدر يعتبرها اختطاف. مثل ما بالمقابل هي إذا يعني كان الأطفال في حضانتها وحاول يشوفهم خارج ما مسموح به قانوناً تقدر ترفع عليه دعوة اختطاف.